أحبتي الأكارم، في ختام هذا المحفل المبارك حان وقت وجاء دور القارئ محمد حسين مطرود الذي حل علينا من محافظة ذي قار ليختم المحفل بطريقته، وهي طريقة المتشبعة بطريقة الدكتور أحمد نعين. نستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك بك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزل أخرى عند سدرة المنتهى ما كذب الفؤاد ما رأى
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أفتمارونه على ما يرى ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد دار فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك